السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نخصصه اليوم للحديث عن فضل شهر رمضان وحسن استقباله. فلله الحمد ولله المنة بأن حل علينا شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والعتق من النيران، شهر عظيم فيه المؤمن يتقوى إيمانيا ويصح بدنيا، شهر مبارك فيه يتم الجود والبذل والعطاء والإحسان، شهر مكرم المؤمنون يرجعون فيه إلى ربهم، يتصالحون مع خالقهم ويتجاوزون عن بعضهم البعض، لأنه شهر التسامح وشهر الصفح وشهر التزاور بين الأهل والأحباب. هذا الشهر الفضيل ربنا سبحانه وتعالى وعد بأنه يستجيب فيه الدعوات، ترفع فيه الأيادي وتجأر فيه الألسن بطلب غفران ورحمة الله عز وجل. فالله تعالى يعد كل الإعدادات من أجل أن يبدأ هذا الشهر الفضيل شهرا عظيما مباركا مليئا بالخيرات. إنه موسم للعمل الصالح وسوق رابحة للمتاجرة مع الله عز وجل. فربنا ينادينا جميعا ويقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب فينا شارة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. خطاب رب العالمين من فوق سبع سماوات لنا جميعا، لي ولك ولكم أنتم أيها المؤمنون والمؤمنات في كل مكان وفي كل زمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، بمعنى فرض عليكم صيام هذا الشهر كما فرضه الله تعالى على الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيره من الأمم، لأن الصيام هو مشروع في كل دين وفي كل ملة، والغاية لعلكم تتقون تحصيل التقوى، تحصيل الصلاح، تحصيل الفلاح، وكل هذا مجرد أياما معدودات سرآن ما تنقضي. فهذه بشارة عظيمة من بها الله علينا جميعا لكي نصوم هذا الشهر، إنه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. فهذا الشهر الفضيل موسم كريم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر به منذ بزوغ فجر شعبان، مما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا، من أدى فيه فريضة كان كمن أعتق رقبة وكمن أدى 70 فريضة فيما سواه.
وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فهذا فضل كبير أعده المولى جل جلاله لنا جميعا في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم. لماذا كل هذه الخيرات؟ ربنا فضل شهر رمضان وأمرنا بصيامه لأن فيه وقع أعظم حدث في تاريخ الوجود، فيه أنزل الله تعالى القرآن الكريم. فنزول القرآن الكريم في هذا الشهر هو أعظم الأحداث التي تبين قيمة هذا الشهر الفضيل. فالقرآن الكريم هو كلام الله الذي بين فيه أخبار الأمم السابقة والأحكام التي تضمن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر أعد فيه الله تعالى أعظم ليلة في السنة، الليلة المباركة، ليلة القدر، التي بيّن ربنا بأنها خير من ألف شهر، وبيّن أن من قامها لله محتسبا الأجر والثواب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها الليلة المباركة التي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها جميعا، ووعدنا بأن هذا الشهر يكفي أنه يغفر به الله تعالى الذنوب ويكفر به الخطايا، بل وهو سبب لدخول الجنة. فقد جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحررت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فصيام رمضان من أسباب دخول الجنة، وفي الجنة ربنا عز وجل وضع بابا عظيما خاصا للصائمين جزاء لتعبهم ومشقتهم وصبرهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه كرامة أعدها الله تعالى للصائمين، فحري بنا أن نصبر ونحتسب، نصبر على الجوع، نصبر على العطش، نصبر على التعب، نصبر على النصب، لأن ما أعده الله تعالى من جوائز ومن غنائم ومن خيرات تستدعي منا أن نصبر ونصابر، وبذلك سوف نفوز فوزا عظيما. علينا أيها الأحباب الكرام أننا نفخر بأن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين وأعطانا هذه النعمة العظيمة، نعمة الصيام ونعمة القيام. إنها من أعظم النعم ومن أعظم الكرامات التي رزقنا بها الحق سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله كان بالإمكان أن يتركنا هكذا هملا، ولكنه سبحانه وتعالى أكرمنا بذلك. فقد قال جل جلاله لموسى: إني أعطيت أمة محمد نورين كي لا يضرهم ظلمتان، إني أعطيت أمة محمد نورين
كي لا يضرهم ظلمتان. فقال موسى عليه السلام: من نوران يا رب التي وهبت أمة محمد؟ قال الله عز وجل: نور رمضان ونور القرآن. فقال موسى: وما الظلمتان يا رب العالمين؟ قال: ظلمة القبر وظلمة يوم القيامة. فالقبر معروف أنه فيه ظلام دامس، ويوم القيامة أيضا هناك ظلام دامس، لأن الشمس يوم القيامة ستنفجر، إذا الشمس كورت وسيكون هناك ظلام دامس، والناس يبحثون عن النور. فطوبى للصائمين أن الله عز وجل يعطيهم النور. ما هو النور الذي سأل عنه موسى عليه السلام؟ نور رمضان ونور القرآن. فنحن في نهارنا نصوم رمضان، وفي ليلنا نقرأ القرآن، وبذلك نكتسب النور ونخبئ طاقات النور، وحينما نحتاجها يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل نور المؤمنين يمشي بين أيديهم وبأيمانهم. فطوبى للصائمين، وطوبى للقائمين، وطوبى للقارئين القرآن العظيم. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: لو أراد الله أن يعذب أمة محمد ما أعطاهم رمضان وما أعطاهم قل هو الله أحد. أعظم عطاء أعطاه الله لأمة سيدنا محمد هو قل هو الله أحد يتلونها، لأنها تمثل عقيدة التوحيد. أعظم سورة في القرآن الكريم على صغر حجمها فيها عظم التواب. وأعطاهم الله رمضان لأن ربنا عز وجل يرفع العذاب عن أهل الصيام، حتى إن الله تعالى رغم التعب والمشقة الذي يعاني منه الصائمون فإن أهل الجنة تهب عليهم ريح طيبة معظمة، ريح كريمة منورة، فيقول: من يا ربي هذه النور؟ فيقول: هذه نور أهل القرآن ونور أهل الصيام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالرحمة، ويمن علينا بالمغفرة، ويمن علينا بالرضوان. فهذا الشهر الفضيل إذا أقبل تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى تصفيد الله للشياطين ربطها وتقييدها بالأصفاد، لأنها مصدر للذنوب والمعاصي. وفي هذا الشهر الفضيل الله تعالى يهيئ الظروف المناسبة لعباده لأداء العبادة بحبس هؤلاء الشياطين وكثرة العتق من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الشهر الفضيل أيها الأحباب الكرام ربنا سبحانه وتعالى أسنده إلى نفسه وجعل ثوابه خاصا به، ولهذا قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فالله تعالى يضاعف الأجر والثواب في هذا الشهر الفضيل لعباده المؤمنين بأن يعطيهم من الخيرات والبركات أكثر وأكثر مما كانوا يتمنون. الله سبحانه وتعالى فضلا منه وإكراما وإنعاما فرض علينا هذا الشهر العظيم، وكان حتى قبل رمضان كان يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لوجاء. لأن الصيام عبادة تكسر حدة الشهوات وتعلم النفس الصبر، وهو هذا الصوم العظيم المبارك يعلمنا أخلاقا جليلة،
يعلمنا كيف نقابل الإساءة بالإحسان، فلا نلتفت إلى سفاهة الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تقلل من أجر الصيام. كان صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. هذا الشهر الفضيل فيه الفرح، ربنا وعد بأنه سوف يقبله ويجازي عنه، يقبله الله تعالى بالشكر والحمد بأن من علينا بالصيام، ويقبل منا كل الأعمال، ويفرح المؤمنون بتمام العبادة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إنها أعمال كثيرة وخيرات أعدها المولى جل جلاله لعباده الصالحين، وعلينا أن نجتهد في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير وشهر البركة. فرمضان سوف يشفع للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. القرآن والصيام يشفعان للعبد. وهذا الشهر الفضيل ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الدعوة مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم حين يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الخيرات وأكرمنا بهذه الفضائل، علينا أن نستغلها وعلينا أن نستثمرها لكي ننال رضا الرحمن، لكي ننال طاعة رب العالمين. حري بنا أننا نجتهد في هذا الشهر قبل أن يودعنا، قبل أن يرتحل عنا. علينا أن نجدد التوبة الصادقة في قلوبنا من جميع الذنوب، فإنه موسم التائبين. علينا أن نجدد العزيمة على مضاعفة الجهد والاستكثار من الطاعات من بر وإحسان وقراءة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار وغير ذلك من أنواع الخير. علينا أن نحسن استغلال أيامه ولياليه فيما يقربنا من المولى جل جلاله. لا يكن همنا هو تنويع المأكولات والمشروبات وإضاعة الأوقات والصلوات، فسرعان ما تنقضي أيام رمضان، وسرعان ما تنقضي ساعاته، وما هي إلا لحظات حتى يقال: انتهى رمضان وأقبل شوال. وحين ذلك سيفوز قوم مكرمون وسوف يندم آخرون. لهذا أيها الأحباب الكرام، علينا أن نجتهد ونجتهد، فاللهم وفقنا للعبادة والطاعة في هذا الشهر الفضيل. اللهم وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل، تبقوا معنا. سلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من مراكش مع للا جهان.
ألو، في أهلي قريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، رمضان مبارك سعيد. وانا سبحان بزاف حقاش ليا الخط اليوم معاك عمي قريبا. يا مرحبا بنتي، يا مرحبا. عمي عافاك، كان نسألك الدعاء، الدعاء معايا. انا مطلقة، ويلا طلقت، وكان نسألك الدعاء، عافاك الدعاء معايا باش ربي يسهل عليا ويجيب لي شغل لينا. عافاك عمي قريبا، الله يخليك. يا ربي يا بنتي، يا ربي، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. عرفتي انا ديما كنسمع ليك، وكنسمع كنكون في اي زعما، كنسافر بزاف، كنكون في اي دوله، وديما دايره ميد راديو في التليفون ديالي، وكنكون مطليك، وزعما كيعجبني داكشي اللي كيقول. الله يحفظك، والله يخليك لينا عمي قريبا. والله الله يحفظك يا بنتي، يا رب، لا اله الا الله. نسالك الدعاء، الله يخليك عمي، عافاك، دعا معايا باش ربي يفرج عليا ويسهل عليا. يا رب يا بنتي جهاد، امين، عافاك يا رحمن يا رحيم يا رب. شكرا لك جيهان، شكرا لك بنتي. شكرا لك قريبا، شكرا. بارك الله فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يحزننا أن نستمع لفتاة من بنات بلدنا وهي لاجلت شابة في مقتبل العمر وضاقت من مرارة الطلاق. الطلاق شيء مر، رغم أن ربنا عز وجل جعله مباحا ووضع سورة في القرآن العظيم سماها سورة الطلاق، ولكنه أبغض الحلال عند الله، لأنه لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا حينما تسد جميع الطرق وتنتفي جميع السبل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال بنت جهان، هذا الذي وقع هو من قدر الله، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقد سبق في علم الله أن هذا الرجل سيكون لك زوجا لفترة زمنية محددة، ثم تنتهي العلاقة الزوجية. هذا مكتوب عند الله تعالى في السجل الأعلى. فقد تأتيك الوساوس، وتأتيك بعض الأفكار والهواجس، وتشعرين بالضياع، وتشعرين بالانكسار. لا داعي لكل هذا، يكفي أن تقولي بأن هذا كله من قدر الله، لأن أول ما خلق الله في الوجود القلم، قلم القدرة. فقال: يا قلم أكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. أمر مكتوب مسجل عليك، كل صغيرة وكبيرة مسجلة في الكتاب، ولا بد أن تنفذ. وحينما تنفذ لا ينبغي أن نحزن إذا كانت مصيبة، ولا ينبغي أن نفرح ونغتر إذا كانت كرامة. فالحق عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تساووا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذا التقديم بنتي جهان مهم للغاية. لماذا؟ لأنه يعطيك نوع من الثقة والطمأنينة في النفس. فالمرأة المطلقة سيكولوجيتها تكون مرهفة، وأحيانا تصير ممزقة خوفا من القيل والقال، والمجتمع رحم، والناس بعضهم لا يكاد يترك المطلقة في حالها. فهناك رجال يطوفون حولها كما يطوفون حول الحديقة بغير سياج، وهناك نساء يطلقون ألسنتهم عليها بالغيبة والنميمة. فنعلم سيكولوجية المرأة المطلقة، خصوصا في المجتمعات العربية تحكمها تقاليد وعادات ربما الكثير منها مالية. فعليك أن تعتقدي اعتقادا جازما أن هذا الأمر هو من قدر الله وقضائه، والمؤمن يسلم لقضاء الله ويطلب من الله تعالى أن يكتب له قدرا جديدا، لأن القدر يتجدد، يكون القدر مكتوب ثم ربنا يجدده، كما قال الحق عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو بعض الأقدار، وهذه الآية ذكرها سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج وصعد إلى سدرة المنتهى وكان رفقة جبريل،
فسمع أقلام تكتب وتمحو تكتب وتمحو. فتعجب سيدنا محمد وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال جبريل عليه السلام: هؤلاء الملائكة المطلعون على اللوح المحفوظ يأمرهم الله عز وجل بكتابة قدر جديد ومحو القدر المكتوب. وتلا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فربنا عنده كتابان، كتاب يسمى أم الكتاب فيه رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهناك كتاب آخر يسمى كتاب النسخة، وهذا النسخة هو الذي يقع فيه التشديد بحسب اجتهاد العبد وبحسب مبادراته في الخير. ونحن هذه الأيام في شهر رمضان، الله عز وجل وعدنا باستجابة الدعاء، والقدر إذا مثلنا مكتوب لا يغير أبدا إلا بالدعاء. هذا القدر الذي يكون مكتوبا قدرا سيئا، قدرا فيه ابتلاء وشدة وضرر، لن يزول أبدا ولا يستطيع أيا كان أن يزحزحه، لأنه مكتوب في السجل المحفوظ. إلا شيء واحد يستطيع أن يغيره، ما هو؟ هو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغير القدر إلا الدعاء. فعلينا أن نجتهد في الدعاء، سيما ونحن في رمضان. ربنا أنزل في هذا الشهر الفضيل آية مباركة، وهي قوله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلينا جميعا أن نجتهد في الدعاء. والسادة المستمعين، جزاكم الله خيرا، هذه الشابة بنيتنا جهان، وقد وقع على الذي وقع، وطلقت وهي شابة صغيرة في مقتبل العمر. تعالوا بنا جميعا نتضامن معها ونقدم لها خدمة بأن نرفع جميعا أكف الضراعة إلى الباري عز وجل، وندعو لها دعوة خير. وكل من دعا دعوة خير هناك ملك في السماء يقول له: ولك مثلها، ولك مثلها من الخير. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، هذه بنيتنا جهان تعلم حالها، فاللهم يا رب يا كريم بدل حالها من حال إلى أحسن حال. اللهم غير حالها إلى أحسن حال. اللهم يا رب يا كريم اشف قلبها وضميرها ونفسها من صدمة الطلاق. اللهم يا رب وبدلها خيرا مما ضاع. يا رحمن يا رحيم عوضها تعويضا مباركا من عندك، لا تحتاج تعويضا من الخلق بل من الخالق جل جلاله. اللهم يا رب واختر لها من جديد زوجا يكون من الصلحاء، من الطيبين، من المكرمين، من الخيرين، وارزقها معه حياة مستقرة، حياة طيبة، حياة سعيدة، وارزقها معه ذرية مكرمة. اللهم يا رب وأسعد قلبها وجميع بناتنا المطلقات، كل بناتنا المطلقات وأخواتنا المطلقات، وما أكثرهن وما أكثرهن، وفي رمضان يعيشن حياة من الحزن، وهناك من تعيش حياة من البؤس، بل وهناك الغير المتزوجات أصلا، وما أكثرهن يشعرن بحزن عميق ويشعرن بألم فظيع في هذا الشهر الفضيل الذي ينبغي أن يكون فيه الأنس والمحبة والمودة والتجمع. فاللهم يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا من اسمه اللطيف بعباده، اللهم كل هؤلاء الأخوات المطلقات والغير المتزوجات واللاتي وقع لهن انكسار في حياتهن، فاللهم اجبر خاطرهن، اللهم اجبر خاطرهن، وارزقهم أزواجا صالحين، وارزقهم حياة مستقرة، وارزقهم حياة طيبة، وعجل لهم بالفرج. يا رب إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وقلت وقولك الحق في رمضان، قلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب إننا آمنا بك واستجبنا لأمرك، اللهم فأسعد قلوبنا وقلوب عبادك المؤمنين بالخيرات والبركات، وارفع عنا كل شدة
وارفع عنا كل ألم وارفع عنا كل هم وغم بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول إلى إقليم القنيطرة مع أخينا سيدي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير الرجل الطيب الفاضل؟ الله يطول عمرك سيدي محمد، يا مرحبا بك. والله لا عزيز علينا، عزيز علينا. والله يطول عمرك سيدي، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. والله يقوي من امثالك ويخلي لك صحيحتك. يا ربي يا ربي. ويا ربي يسترك ويرحم الوالدة. يا ربي يا ربي. يا ربي يا كريم. وربي اللي تعلم، هذا ما واحد الفرحة ما نقدرش نقول لك. الحمد لله اللي تكلمنا معك، هذا نهار كبير، هذا هذاك بحال العيد. الله يعلي دراسك يا مولاي محمد، الله يعلي المقام ديالك اخويا، اسمح لينا والله يكبر بيك في الدنيا والاخره. الله يرحمك الوالدين. السي قريبان عندي واحد المشكله. السي قريبان الحاج. اي سيدي. عندي واحد المشكل، واحد الانسان كتخدم معاه وحبسنا في الظرفيه، ودارنا الطرد تاعو فيه، وربي اللي عالم بحالنا وبحوالنا. عندي واحد الاخ ديالي مريض نفساني، والوالده راه شاده الفراش، وظروفنا تعلم بها الله. لا اله الا الله. واش نقول لك، هذا هو اللي كاين. حنا السيد كنا خدامين عنده 4 سنين في الظرفيه، وحبسنا ما راه ما والو، ما فكر في والدينا ما والو. لا اله الا الله. تندوزو الحاج بظروف صعيبه، ربي اللي تعلم. قلبنا على الخدمه حنا. الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. الهاتف اخينا محمد انقطع معذره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعل أخي محمد أن جائحة الكورونا لها دخل كبير في تعطيل حركية الاقتصاد، فهناك مشاريع اقتصادية ومقاولات تجارية كثيرة تأثرت بفعل جائحة الكورونا مع الإغلاق المبكر للمقاولات والمتاجر والأسواق، و حركية الجولان تشهد نظام خاص، وكل هذا أثر سلبا. فللأسف هذه الظاهرة التي تكلمت عنها أخي محمد الآن لم تعد حالة خاصة، صارت ظاهرة نسمعها في مختلف المدن، مختلف الأقاليم، بل ومختلف الدول في جميع دول العالم. هذه أزمة اقتصادية نؤدي ضريبتها، لكن كل هذا لا يعني أن يكون الإنسان بلا حقوق. فالأزمة واقعة، ولكن هناك قطاعات الحمد لله تبقى حيوية، هناك قطاعات حيوية تستمر وتقاوم، وعلى الدولة أن تقدم لها العناية والرعاية وبعض الإعفاءات الضريبية وبعض التشجيعات لتستمر، لأن أي مقاولة اقتصادية أو أسواق تجارية توقفت فمعنى ذلك أن هناك العشرات والمئات من الأسر سوف تتأثر وسوف تموت من الجوع. ويكفي أن الذين يكترون منازلهم في هذه الظرفية لم يؤدوا ثمن الكراء، هناك لمدة سنة بكاملها لم يؤدي ثمن الكراء، وفي المحاكم من يقوم بإطلالة قريبة سيجد بأن أكبر القضايا المطروحة أمام أنظار المحاكم هي قضايا الأحكام بالإفراغ، طلب الإفراغ والأداء، وهناك أحكام أخرى خاصة بالمشغلين والمشغلين، أحكام كثيرة جدا على طاولة السادة القضاة في المحاكم. يعني الملف الأكبر هو الملف الاجتماعي داخل المنظومة القانونية في بلادنا. للأسف هذه ظاهرة صارت عامة، ليس لأحد دون آخر إلا من رحم ربك. الآن ونحن في ظل هذه الأزمة الاقتصادية ماذا علينا أن نفعل؟ طبعا أزمة بين قوسين حسب التعبير البشري، أما الله سبحانه وتعالى ما عنده أزمات، الله تعالى عنده الوفرة. إذا كان الأزمة هي قلة وندرة الموارد المالية وقلة السيولة وقلة القدرة الشرائية فهذا خاص بالبشر، أما رب البشر فما عنده ندرة، ربنا عنده الفائض في كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله تعالى ما عنده مشكل في جفاف أو جائحة أو أزمة اقتصادية أو عالمية أبدا. لهذا
ماذا علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام؟ ربنا أخبرنا بأن لكل عبد رزقان، كل واحد منا له رافضين للرزق، رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك. الرزق الذي تأتي إليه هو اللي كنقوم به احنا جميعا الآن، نقوم بالعمل، نستيقظ مبكرا ونذهب إلى أعمالنا وأشغالنا ونتعب ونشقى ونمتثل للأوامر، وقد نتعرض أحيانا لبعض الضغوطات فنصبر ونحتسب ونحني الرأس ونستمر. لماذا؟ لكي نعيش، لكي نأكل خبزا مع أبنائنا وبناتنا، لكي نؤدي مصاريف الحياة. هذا يسمى الرزق الذي نأتي إليه. لكن بالمقابل هناك رزق آخر يأتي إلينا، وحتى هو له أسباب، كما أن أسباب الرزق الذي نأتي إليه لابد أن نستيقظ مبكرا ونأتي في الموعد إلى مقر أعمالنا ونخضع للأوامر ونطبق القوانين وندبر الأمور حسب إرادة المشغل. هذه قوانين داخلية. كذلك الرزق الذي يأتي إلينا له قوانين داخلية. ما هي؟ هي عند الله عن طريق الدعاء والذكر والابتغال والتضرع إلى الله. هذه أسبابه، تضرع وذكر وتدلل بين يدي الخالق. فربنا يأتيك بالرزق الآخر، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. والناس يكادون يغفلون، يظنون بأن الرزق واحد. هذا خطأ. لعل الله تعالى من حكمته البالغة لماذا أصابنا بالكورونا؟ لكي يلقننا دروسا في العقيدة والدين. أنا أعتبر جائحة كورونا هي مدرسة، وأن كورونا هو مجرد أستاذ ومعلم يعلمنا أشياء فلسفية في الوجود وفي الحياة، من بينها أن الرزق ليس دائما رزق نأتي إليه، هناك رزق خفي يأتي إلينا. كيف ذلك؟ بأن نطرق باب الرحمن الرزاق، وأن نتضرع بين يديه، وأن نمتثل أوامره، وأن لا نطمع إلا فيه. فربنا يفتح لك باب الرزق فيتدفق عليك. هذا إشكال كبير، هناك من لا يؤمن به. وقع حتى في القرون المتقدمة في الإسلام. يروى أن الإمام الشافعي كان مع الإمام مالك ابن أنس. مالك ابن أنس كان في المدينة المنورة، والإمام الشافعي كان في العراق، ثم جاء إلى مصر، ثم رحل إلى المدينة المنورة والتقى بالإمام مالك، وكان بينهما حوار، والحوار دائما في اختلاف الأئمة. الإمام الشافعي كان يميل إلى العقلانية وقال بأن الرزق لا بد أن تتعب، لا بد أن تتحمل المشقة، لا بد أن تعرق وتبذل الجهد لكي تنال الرزق. أما أن تجلس فهذا يسمى تواكل، هذا تواكل. الإمام مالك قال له كلامك صحيح، لكن هذا شق من الرزق. والشق الثاني هناك الحركة والبركة، وهناك البركة بلا حركة، هناك البركة بلا حركة. فقال الإمام الشافعي هذا كلام لا ينضبط ولا يمكن أن يكون مقبولا عقلا وواقعا. لم يتفق، فخرج الإمام الشافعي لغايته، فوجد تاجر كبير يبيع التمر، تمر جيد وقد شق عليه حمله، وقال للإمام الشافعي، وكان الوقت مساء بالليل، قال له هل ساعدتني في حمل هذه الأكياس من التمر وسوف أعطيك منها؟ فالإمام الشافعي بما أنه كان شابا وقويا جلدا حمل معه الأكياس، وشعر بتعب المسافة طويلة وصار يتسبب عرقا حتى إن ملابسه ابتلت بالعرق وأصابه بعض الوسخ، ونقل الأكياس إلى محلها. ولما انتهى الرجل على كلمته أعطاه كيسين كبيرين من التمر، قال هذا جزاء تعبك. فأخذ الكيسان، رجع إلى الإمام مالك فقال أترى ماذا وقع لي بالأمس؟ قال ماذا وقع؟ قال التقيت رجل عملت معه وأعطاني كيسان من تمر. وهذا يعني أن الرزق يكون بالعمل بالجد، قد رزقت وأنت يا إمام مالك بقيت في محلك هذا ولم ترزق. وحينما أراد أن ينصرف الإمام الشافعي قال الإمام مالك خذ مني هذا الكيس
اعطيه لأولادك. وأخذ الكيس الآخر فضحك الإمام مالك وقال: يا فلان، ها هو ذا قد جاءني هدية من عندك، من عند الكرام جاءني هذه هدية، رزق مثل ما عندك، كيس لك وكيس إلي، أعطاه الله تعالى إلي عن طريقك. فعلم الإمام الشافعي آنذاك أن الرزق فعلا نوعين: رزق تأتي إليه بالتعب والمشقة، ورزق يأتي إليك فضلا من الله وإكرامه. الآن أيها الأحبة الكرام، ونحن في أزمة جائحة الكورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، علينا أن ننتبه ما هو الدرس الذي أراد ربنا عز وجل أن يفقهنا فيه. أراد أن يفقهنا بأن الرزق الذي أنتم تتعبون من أجله ولم تريدوا أن تنضبطوا، أغلقت أبوابه عليكم، أغلقت عليكم الأبواب، مقاولات كثيرة، متاجر، وعدة جهات كلها أصابها البوار. وكأن الله تعالى يقول: يا عبادي التفتوا إلى الرزق الآخر، التفتوا إلى الرزق الذي يأتي إليكم، لقد وضعته لكم منذ أن ولدتم ويبقى فائضا، هناك فائض للرزق معطل، عليك أن تطرق الباب لتأخذه. كيف نطرق الباب وقد جاءنا رمضان؟ يأتينا هذا العطاء عن طريق الدعاء وعن طريق الابتهال وعن طريق الانكسار بين يدي الله، وعلينا التدلل لله عز وجل. ننتهي من التدلل للخلق، توقف عن التدلل للخلق، تدلل للخالق وانكسر بين يديه، وسوف ترى عجبا، سوف ترون عجبا أيها الأحباب الكرام. والله هناك أناس في ظل الأزمة ربنا رزقهم وهم في بيوتهم، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. الفرق بين الذين رزقوا والذين لم يرزقوا أن الذين لم يرزقوا يغلب عليهم المنهج المادي، المنهج العقلاني المعطل، ولكن الذين رزقوا يغلب عليهم الإيمان واليقين والطمع في رحمة الله. فعلينا أن نكون منهم. فاللهم يا ربي يا كريم يا رزاق يا فتاح يا عليم، ارزقنا جميعا رزقا حلالا، رزقا طيبا. يا رب ارزقنا رزقا من غير كد، من غير تعب، من غير مشقة. يا رحمن يا رحيم، إن بعبادك الفقراء والمساكين من الضعف والفقر والاحتياج ما أنت بعليم. اللهم إننا قطعنا الأمل في الخلق وتوجهنا إلى الخالق، نتدلل بين يديه، نصوم لك يا رب العالمين، ونقوم لك بالليل، ونختم القرآن بالليل والنهار، ونعمل صالحا لعلك ترضى عنا. فارزقنا يا مولانا رزقا وفيرا، رزقا طيبا، رزقا حلالا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من كل قرش حرام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعلنا نوظف هذا الرزق فيما تحبه وترضاه. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى مراكش مع أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. يا مرحبا بك للا. الله يجازك بخير. أنا راني فرحان بزاف اليوم، حنت لي الخط، أنا ديما متتبعتكم كنستفد منكم. الله يجازكم بخير. الله يطول عمرك للا. أول مرة تنتصل الحمد لله، كيشت لي الخط أول مرة. يا مرحبا. شكرا، كنستفد منك. الله يجزيك بخير، الله يخليك لنا. الله يطول عمرك الشريفة. الله يرحم لك الوالدة ويسترها لك يا ربي يا كريم. سؤال بغيت نسولك، الله يجزيك بخير. مرحبا للا. عندي واحد الولد قرا مسكين وشاد شواهد عليا وثلاث سنين هو تيقلب على خدمة، ومني لقى هذيك الخدمة لقى فيها واحد المشكل، وهو أنهم منعينهم حتى واحد ما يخرجش يصلي صلاة الجمعة. لا إله إلا الله. هو عنده أسرة وعنده وليدات وعنده، وإلى خرج صلى صلاة الجمعة يطردوه. هادشي في المغرب لأم محمد؟ إيه هنا في المغرب. لا إله إلا الله. عليهم يخرجوا يصليوا صلاة الجمعة. الصلوات الأخرى تيصليوها مخبيين في المكاتب، ولكن صلاة الجمعة ما يخرجش، ما يغادرش العمل، ما يمشيش للمسجد، ما يصليش. لا إله إلا الله. دابا حير، دابا حير، تيبات تيبكي والله أستاذي اللي كيبات تيبكي بالليل. تيقول لي لا قعدت من الخدمه ما عندي حتى شي مدخول اخر لوليدات، يوم عندي وعنده مراه وعنده وليدات، ما عنده كيدير، ولا بقى فيها بيبقى محروم ديما من صلاه الجمعه ما يصليهاش.
طب الله يجزك بخير لما فتينا اشنو العمل شرزية الله يجزك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحم الوالدين لما فتيري سولني وانا ما عرفت ما نقول ليه هو مسكين تالف وما قدرش يضحي برزقه المدخول ديالو وما قدرش يعطي الله سبحانه وتعالى من صغره هو 16 عام وهو الصلاه والدين الله يرضي عليه عنده 30 عام وعنده اسره وعنده وليدات وما قدرش يضحي بالعمل ديالو. لا اله الا الله. الله يحفظك لالا الله يخليه ليك ويفرحك به يا رب. الله يخطيك الله ودعا عليا مع وليداتي الاخرين الله يستر عليك الحمد لله هاديهم سيدي ربي كلهم دعا معهم الله يحفظهم الله يتبارك القران وطريق الصلاه وطريق الدين والله يجازيك بخير ما نطولش عليك باش الناس الاخرين يتسناو باش ياخذوا المكالمة. شكرا لك ابو محمد. شكرا. الله يطول عمرك لالا. بارك الله فيك الله يخلي لك وليداتك. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان نسمع هذا الكلام في بلد المغرب الذي دستوره يؤكد على إسلامية الدولة ونحن في مغربنا العزيز نمتاز. نحن في المغرب نمتاز عن كل دول العالم بمؤسسة إمارة المؤمنين. هذه المؤسسة المباركة هذه المؤسسة الضامن للقيم الدينية والقيم الروحية والقيام بالعبادات والمعاملات على الوجه الصحيح. نحن في المغرب العزيز عندنا هذه المؤسسة عتيدة وقديمة أبا عن جد وستبقى إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. هي الضامن للحفاظ على الثوابت الدينية. فلا يقبل قطعا في بلد إمارة المؤمنين أن تكون هناك شركات أو تكون هناك قطاعات أو مؤسسات تمنع موظفيها ومستخدميها من أداء الصلوات وخصوصا صلاة الجمعة. لا يقبل. إذا كانت شركة وطنية فهناك إجراءات ممكن استعمالها لأنها مخالفة للقانون ومخالفة للدستور. وإذا كانت شركة أجنبية كأن تكون فرنسية أو غيرها فعليها أن تخضع لنظام البلد. عليها أن تخضع كما نحن المغاربة لما نكون في أرض المهجر نخضع لنظام الدولة التي نقيم فيها كذلك هم يخضعون لنظام الدولة التي نحن نقيم. الواجب المفروض أنه لا يحق قطعا لا قانونا ولا شرعا أن نمنع المستخدمين والموظفين من أداء الصلاة. ولماذا كنا في وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى يتم نقل مراسيم صلاة الجمعة بالرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه؟ لماذا كان الإعلام الرسمي والإعلام العمومي والخاص يقوم بنقل هذه الشعائر مباشرة لكي يعطينا الانطباع بأن هذا البلد مسلم وبأن الصلاة مفروضة على الجميع وأن الموظفين والمستخدمين وكل القطاعات لابد أن تسمح لأهلها بالصلاة. فإذا كان أمير المؤمنين اللي هو القمة العليا في البلد يحافظ على صلاته وينقلها مباشرة عبر وسائل الإعلام هذا فيه تأكيد على أن الصلاة مفروضة على الجميع. إلا أن الظرف دي الكورونا جعلت الناس أنهم لا يقومون بنقل هذه الشعائر خوفا على سلامة وصحة الناس. وإن شاء الله بعد أن تمر هذه الجائحة سيبدأ من جديد النقل المباشر لمراسم الصلاة والتجمعات الدينية بالرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة ويكون في رفقته رجال الحكومة والسادة الوزراء والسادة القناصلة والدبلوماسيون ورجالات الدولة من العسكر وقطاعات الأمنية وغيرها كل القطاعات ممثلة لنؤكد بأن الجانب الديني في بلدنا المغرب هو يحتل الصدارة. لا يمكن أبدا لأحد أن يمنع أو يزايد وإلا كان مخالفا صريحا للقانون ولدين البلد. فلعل هذه الشركة تمنع موظفيها من الصلاة لعل تشكل خصوصية أو عندها خلل معين. لو أردنا أن نتبع الإجراءات القانونية ممكن أننا نقوم بشكاية إلى الديوان الملكي أو شكاية إلى أي قطاع يدافع عن حقوق الإنسان ويتم فرض احترام الصلاة لهؤلاء المستخدمين. لكن إذا أردنا أن لا نشعل نار العداوة والفتنة فيكون هذا الإبن ومن معه في حالة الضرورة. حالة الضرورة ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد. فإذا تعذر
عند الضرورات أن الإنسان تسقط عنه الجمعة ويأتم، يأتم الذي منعه، يأتم. إلا أن هذا عن نفسي لا أكاد أتصور هذا الأمر في بلد أمير المؤمنين، لا أكاد أتصور، لأن مجرد شكاية تسلم للجهات المسؤولة، الأمن العام للحكومة أو تعطى لأي قطاع مسؤول عن هذا التدبير هذا الشأن، أو إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي بنفسها تحيله على مصالح وزارة الداخلية ومفتش السغل، سوف يتدخلون ويفرضون على أي مقاولة أو أي شركة أو أي مؤسسة مهما كان شأنها أنها لا بد أن تسمح لمستخدميها بالصلاة وخصوصا الجمعة. أي نعم هناك قطاعات لا تصلي إذا كانت في حالة طوارئ، فمثلا عندنا قطاع المستعجلات، قطاع الطب، مصلحة المستعجلات لا تسمح لأصحابها بالصلاة لأنهم يكونون في أهبة للتدخل في أي لحظة. عندنا بعض القطاعات الأمنية الحساسة التي تخاف أنه في لحظة الصلاة قد يستغلها البعض ويرتكب بعض الجرائم، فتكون أثناء صلاة الجمعة تكون على أهبة المراقبة. وعندنا أيضا مصالح أخرى، شرطة وغيرها، معروفة أنها تقوم بالمراقبة ساعة الجمعة. هؤلاء مستثنون، لماذا؟ لأنهم يحافظون على أمن وسلامة وأرواح الناس وقت الصلاة مخافة أن يقع هناك تشويش أو يقع هناك مباغتة أو يقع هناك أي شيء يضر بسلامة وصحة الناس. أما مقاولة تجارية أو شركة أو مؤسسة لا خوف عليها من أي خطر وتمنع أصحابها ومستخدم الصلاة، هذا ظلم وجور عظيم. فإذا كان المستخدمون قادرون على أن يتقدموا بشكاية للمسؤولين فبها ونعمة. إذا خاف الإنسان على رزقه ويقال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، يخاف الرزق، رزقك لابد أن تحافظ عليه. ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، ووضع لنا قاعدة سماها قاعدة الضرورة والاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن هذا الشاب ومن معه يكتفون بالصلاة في مقرات عملهم وبالطريقة التي لا تثير الحزازات ولا الصراعات، والإثم يتحمله المشغل، إثمه، إثم هؤلاء كلهم يتحمله المشغل والعياذ بالله، وكفى به إثما. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا أخطر 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 إثم وأخطر عذاب ينتظر صاحبه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على القلوب وهو الذي يحاسب. وأكيد في بعض الحالات الاضطرارية لا تستمر، لأن الإرادة الإلهية تتدخل، ربنا قد يتدخل في أي لحظة. قد يكون أحد المستخدمين هناك ربما ضعيف ويصبر ويخاف، وقد يوظف الله عز وجل شخصا فيه أريحية وفيه قوة وفيه صلابة ويتدخل لتحقيق هذا المطلب ولا يخاف على رزقه. ربنا يسخر هذا لهذا سبحانه. فأسأل الله تعالى أن ينزع من القلوب حد الشيطان، وأسأل الله تعالى أن يهدئ النفوس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه الناس للصلاة، لأن الصلاة في وقتها لا تؤثر سلبا على العمل، بالعكس الموظف الذي يصلي سيكون المشغل لباترون غادي يكون فرحان عند موظف يصلي. أول شيء سوف يكون نظيفا، لن يحمل معه فيروس الكورونا لأنه يتوضأ 5 مرات في اليوم. ثاني أمر سوف يكون يخاف الله، لن يحتاج المشغل إلى كاميرا مراقبة ليرى هل يسرق هل يغش، لأنه يخاف الله رب العالمين. وهذا المصلي لن يتحرش بالنساء لأنه يخاف الله رب العالمين، ولا يقع فيما نسمعه من تحرش في شركات وفي مقاولات وغيرها بين الرجال والنساء. وهذا الموظف المصلي سيكون معطاء وإنتاجه مضاعفا، لأن يعلم بأن ربه يحب من يتقن العمل ويحب من عمل عمل أتقنه. فالمفروض أن المشغل يزيد نقط للموظف المصلي، يكفي أنه بركة داخل المؤسسة، هو بركة، يعني أن المصلين ربنا يجعلهم يجلب بهم البركة إلى المؤسسة. كم من مؤسسات الآن وشركات ومقاولات
ربنا أعطاها النجاح وأعطاها الفلاح، لماذا؟ اللي فيها موظفين بركة، الموظف البركة والموظفة البركة هي التي تحافظ على حجابها، والرجل الذي يحافظ على صلاته ويخاف رب العالمين ويعمل بتعاليم مالك الملك، فذلك الموظف صالح والموظفة الصالحة كيكون مرحوم ومن حوله مرحومين، كيكون مرزوق ومن حوله مرزوقين، كيكون مكروم ومن حوله مكرومين، وكيكون منصور ومن حوله مرزوقين. لكن للأسف أن بعض لباتهم يغيب عنهم هذا الفكر الديني، درسوا تجارة عالمية ودرسوا مدى الاقتصاد غربي ماركسي ربما يقوم على أو ليبرالي أو غيره، يستبعد القيم الدينية، فلا نلومهم، ذلك مبلغهم من العلم، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم الخميسات مع أخينا سيدي حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حاج بخير. أهلا سيدي حميد. مبارك. الله يطول عمرك مولاي. مبارك عليك. ولله الحمد أخويا. أشكرك عمي الحاج على هذا البرنامج. بارك الله فيك سيدي حميد. شي عام هذه دابا تنغيش ديال خطنا نغيش ديال تاع اليوم. الله الله معذرة خويا معذرة اسمح لينا. لا ما كاين مشكل دابا حاجتك لاباس. ولله الحمد خويا الله يبارك فيك. بغيت غادي نزيدو على الوالدين ولي انا والدي. اي خويا. عيباني. تنشكرك ودعم الحاج هذا البرنامج. بارك الله فيك سيدي حميد بارك الله فيك خويا. الله ينورك بنور الله. الناس الطيبون الناس المتواضعون يبحثون عن الحسنات في كل مكان، حينما يكون مواطن بسيط يطرق باب إداعة سنة بكاملها لكي يقول كلمة أريد دعاء صالحا لوالدي، هذا منتهى البر بالوالدين، هذا منتهى الطاعة. هل تعلمون أيها الأحباب الكرام أننا في بلدنا رغم جائحة الكورونا ورغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاديات عالم كثير، لكن في بلدنا الحمد لله لا زال هناك الخير ولا زال هناك العطاء ولا زال هناك الكرم، والأسواق ممتلئة بالبضائع، وأهل الخير يتنافسون فيما بينهم في الإحسان والبذل والعطاء. لماذا كل هذا الخير رغم الأزمة؟ هناك من لا يشعر بها. الموائد اليوم ديال الإفطار لا شك بأن كل مائدة في كل بيت فيها على الأقل ما يسر، فيها من الطعام والشراب ما يسر. لماذا هذا الخير يعم علينا في البلد؟ لأن في أناس طيبون مثل أخينا سي حميد، مثل هذا الرجل، أناس طيبون. الثروة ثروة البلد ليست دائما هي البترول ولا الغاز الطبيعي، ثروة البلد ليست هي المقدرات الاقتصادية التي يتحدث عنها الخبراء الاقتصاديون في العالم. كيف صنف البلد؟ هذا غني وهذا فقير، هذا بلد نامي وهذا بلد في طور النمو، وهذا بلد متقدم، وهذا تنين صيني سوف يلتهم اقتصادية العالم. هذه تصنيفات تصنيفات مغرضة. أعتقد بأن أعظم ثروة في البلد هي الثروة البشرية، وأن يكون البشر فيه قريب قلوبهم إلى رب العالمين، هذه أعظم ثروة. أن يكون عندك أناس طيبون قلوبهم طاهرة ونيتهم صالحة ومتواضعون لله رب العالمين، فهذه أعظم ثروة في أي بلد. أنا كان ربي عز وجل يكرمني كل سنة، كنت أذهب إلى البقاع المقدسة، وفي هذه البقاع كنت أحرص على أن أتجول في كل القطاعات العالمية، مرة في بلد مصر، مرة في سوريا، مرة في ليبيا، مرة في ماليزيا، مرة في إيران، مرة أخرى في الجالية المقيمة بالخارج في فرنسا في بريطانيا. داخل البقاع المقدسة هناك مخيمات كثيرة، وكنت أحرص أن كل يوم أقضيه في بلد، مرة في باكستان، مرة في الهند، مرة في كذا، وأعيش مع الحجاج وأعيش وأرى تصرفاتهم وسلوكاتهم، لأن المفروض أن يكون هذا الحج مؤتمرا عالميا فيه الناس يتعارفون وفيه الناس يتزاورون ويتعرفون على مشاكل الأمة. وكنت أفاجأ بأن الناس طبائع والناس أشكال وألوان، وأن طبيعة المجتمع المغربي والإنسان المغربي من أطيب وأنبل الشخصيات التي هي موجودة في البقاع المقدسة. الإنسان المغربي
متواضع هين لين، مطالبه بسيطة جدا، وميال إلى السلم، ميال إلى روح العمل التضامني والجمعوي، وبسيط في كل مطالبه. بخلاف أن هناك دول أخرى كنت أستمع إلى أشياء ربما مخيفة، لا ليس الوقت لكي أحكيها، وقد يأتي وقت آخر وأحكيها بالتفصيل. لما كنت أدخل مثلا إلى المعسكر الليبي وأستمع إلى الصراعات الداخلية، وكنت أرى حجاجا بعضهم أرجلهم مقطوعة وأيديهم مقطوعة أو عيونهم مفقاءة، فكنت أسأل ما هؤلاء؟ هؤلاء ضحايا الحرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما كنت أذهب مثلا إلى المعسكر السوري كنت أرى أسمع كلام خطير، أن هناك بين دبابة ودبابة هناك دبابة، كلام مخيف. لكن نحن في المغرب ولله الحمد ولله المنة، ربنا أعطانا السلم وأعطانا السلام وأعطانا أناس طيبون أناس ميسرون. فأخونا حميد من الخميسات هذا نموذج، هذا مجرد نموذج من 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 إقليم مبارك، أناس فيهم النية فيهم الصدق، وكل مطالبه كل سنة كاملة وهو يتصل، لماذا؟ لكي يقول أريد دعوة صالحة لوالدي. انظر إلى منتهى البر بالوالدين. فاللهم يا ربي يا كريم، اللهم جازي أخانا حميد على قدر نيته الطيبة. اللهم يا ربي في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان وفيها الدعاء مستجاب، اللهم ارحمهم رحمة واسعة وأسكنهم فسيح الجنات، واجعلهم يا ربنا عندك ضيوفا مكرمين منعمين، واجعلهم يا رب العالمين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخونا حميد اللهم يا ربي أصلح حاله وأصلح ذريته وتوله بالعناية والرعاية وأكرمه بكرمك وجد عليه بجودك، واجعل رضا والديه عليه حبوس أحياء وأمواتا. اللهم دفعه برضا الوالدين، وكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول إلى إقليم آسفي مع أخينا كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي الطيب كدير؟ لاباس عليك؟ بخير. الله يطول عمرك سيدي كمال. نشكرك سيدي الطيب، وكنشكروا الأخ مستقبل المكالمات، ورمضان مبارك سعيد عليك وعلى جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة ومن وجدة إلى الصويرة وإلى المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن. اللهم أمين. شكرا لك سيدي كمال، بارك الله فيك. هذا الشهر المبارك الله يدخله علينا بالصحة والسلامة والمغفرة وطول العمر إن شاء الله، باش ما تمنى أي واحد داك الشيء اللي يتمنى يحققه لي الله، الرجاء يحققه لي الله في هذا الشهر المبارك الكريم إن شاء الله. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. يبرا كاين شي اخوان قالوا لي نوصل لك واحد الامانه انني بغاني نسلم عليه، انت بغاو السلام يوصلوا لك سلام واحد واحد، ونذكر الاسماء ديالهم كان ممكن. يا مولاي تسلم عليك الاخت فاطمه من اسفي السلام بزاف بزاف، وكتسلم عليك الاخت ربيعه من مدينه اكادير، وكتسلم عليك القريه من مشرع بالقصيري، ونجات من الصاط، والاخ يوسف من مدينة فاس، والأخ حسن من مدينة الدار البيضاء، وبشرى من سيدي سليمان، والأخت فاطمة من ودام ليل كيسلموا عليك، ونجاة من طنجة كيسلموا عليك. هاد الإخوان بزاف وكيسألوك الدعاء واحد واحد يا رب يا كريم. ورا قال لك ورا قال لك عزيز عليهم بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش سيدي الطيب، لواحد الدرجة كبيرة كيسلموا عليك بزاف وكيسألوك الدعاء وكيقول لك دعي معاهم، راه عندهم الامور شويه مع الامور شويه معكسه. الله يجازيك بخير يا الله يحفظك ويرحمك. وكنسألك الدعاء لواحد الناس من الدار البيضاء، سي نور الدين والعائله ديالو، الله يجازيك بخير، والزوجه تاعو والابن تاعو الله يصلح الامور ديالهم. وكنسأل انا الدعاء لبيت الناس يدعوا معايا جميعا تيسر لي الامور، الله يرحم لك الوالدين. ولا كان شي ممكن نقرا لك شي ايات الا كان ممكن؟ الله اكبر، هذه نعمه نعمه كبيره ان شاء الله. الله يحفظك، وراك عزيز علينا والله العلي العظيم. لا انت عزيزنا الله يلا بحال الاب تاعنا، زعما راه كنسمعوا ليك الصراحه كنرتاحوا، واستفدنا منك كثير الله يلا استفدنا منك كثير، وكنا بغيناك دير لنا قصص الانبياء.
اي ان شاء الله نديروا قصص الانبياء باذن الله يا ربي كنديروا كل رمضان وربما هذا رمضان اراد ان ننوع وان شاء الله عندنا في هذا رمضان المبارك اشياء اخرى مفيده عندنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم جمع السنه النبويه وعندنا مع تفسير القران الكريم وعندنا معاني الذكر مفاتيح الفرج ان شاء الله تكون معنا طيله رمضان باذن الله ما يستر اللهم رانا نقرا لك السي الطيب تفضل سيدي كمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم الله أكبر الله أكبر الله لا الله إله إلا الله تبارك خير. الله ما شاء الله عليك خير قبلوا علينا شوية لا لا مبارك أخي كمال هذا قراءة طيبة قراءة خاشعة قراءة ماتعة شكرا لك أستاذ كمال أسألك الدعاء الله يحفظكم مولاي الله يزيدكم من فضله الله يزيدكم من فضله شكرا لكم أخي كمال وإن شاء الله تعالى سوف نعيش مع القرآن الكريم في شهر الصيام والقيام وطالبين جميعا أننا كل واحد منا في هذا الشهر الفضيل يقتني صديقا حميما الصديق الحميم الذي يكون لك في الدنيا مرشدا وإلى القبر مؤنسا وإلى الجنة رفيقا الصديق الحميم من هو؟ القرآن الكريم كل واحد منا يحرص على أن يكون عنده قرآنه الخاص يحمله معه أينما حل وارتحل في الدنيا مرشدا المرشد المعين لكل قضايا الدين هو القرآن الكريم وهو بركة ورحمة وفي القبر مؤنسة لما يموت الإنسان ويكون هناك ظلمة القبر وضمة القبر وغمة القبر يأتي القرآن فينير لك المكان ويوسعه مد البصر ويقال لك نومة العروس في خدرها القرآن الكريم في الدنيا مرشدة وفي القبر مؤنسة وإلى الجنة رفيقا إن صاحب القرآن يقال له اقرأ ورتل ورقة فإن مقامك عند آخر آية تقرأها الارتقاء لأن العملة في الآخرة ما هي لا دولار ولا دينار ولا أورو ولا درهم ولا أي شيء من هذه المعاملات كلها العملة في الدار الآخرة هي الحسنات وخصوصا مع القرآن الكريم فعلينا أن نواصل بإذن الله وإن شاء الله في إذاعة ميد راديو سيكون عندنا برنامج خاص صبيحة يوم الأحد عبارة عن كل إن شاء الله في القراءة المشرقية والمغربية لفائدة الكبار والصغار الذكور والإناث تشجيعا على حفظ الله وحسن تلاوته وسوف يكون معنا لجنة تحكيم مباركة متخصصة في قواعد التحكيم وفي النغم وفي طريقة الأداء وإن كنت أنا أركز على الخشوع لأن الحفاظ على جمالية الصوت وعلى جمالية النغم وعلى صحة قواعد التجويد هذا كله مطلوب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته حق يعني يعطون لكل حرف حقه ومستحقه هذا كله جميل لكن روح القراءة هي الخشوع
روح القراءة هي الشعور بمقام العبودية مقابل مقام الألوهية لله. وانت سيدي كمال هالقراءة الطيبة ديالك المثل فيها الخشوع والمثل فيها الصدق والمثل فيها قوة الإيمان. تهنئا لك يا أخي الفاضل وبارك الله فيك، ومرحبا للمشاركة في هذه المسابقة أنت وكل الفضلاء الذين معك. هذه الأحباب اللي سميتهم جميعا أنا بدوري أبلغهم أزكى التحيات وأزكى السلام في هذا الشهر الفضيل. فنحن اجتمعنا على أثير هذه الإذاعة ليس لمصالح مادية ولا لأغراض دنيوية، اجتمعنا على ذكر الله، واجتمعنا على أن نتعلم ونعلم، يعلمنا الآخرون ونعلمهم، نعطي ونأخذ المعارف ونأخذ المعلومات والنفحات الدينية الربانية تنفعنا يوم القيامة. ولعل هذه المحبة ستكون لنا إن شاء الله يوم القيامة فيها ثمار عظيمة، لأن الله عز وجل ينادي يوم القيامة ويقول أين المتحابون في جلالي. يوم القيامة الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، يعني حفاة عراة غرلا يعني غير 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 مختنين. صور أن يوم القيامة لما يخرج الناس من قبورهم كل شيء عريان، الرجال والنساء، والرجال غير مختنين. حتى أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف ينظر الرجال إلى النساء وهم عراة حفاة؟ قال إن الهول يومئذ أعظم، لن ينظر بعضهم لبعض للرغبة الجنسية أبدا، لأنهم يرون أهوال يوم القيامة، يرون السماوات قد بدلت غير السماوات والأرض، ويرون انفجارات الكواكب والنجوم وأهوال يوم القيامة. والناس يفزعون، الكل يقول نفسي نفسي. وفي تلك اللحظة ربنا عز وجل ينادي أين المتحابون في جلالي، أين المتحابون في جلالي، أين المتزاورون من أجلي، أين المتصافحون من أجلي. ينادي الله تعالى على الذين كانوا يجتمعون في الدنيا ليس على مصالح مادية ولا على أفكار عندها علاقة بمطامح ورغبات في الحكم أو في السياسة، أو بل يجتمعون لذكر الله، يجتمعون محبة في الله، لا يرجون سوى الله، ويستغنون بالله، ويكتفون بالله، ويتحابون في نور الله. هؤلاء ربنا ينادي عليهم ويقول أين المتحابون في جلالي، أين المتزاورون من أجلي، أين المتصافحون والمتسامحون من أجلي. نتصافح ونتسامح من أجل الله، لا نريد أي شيء في الدنيا. المؤمن يطلقها طلاقة ثلاث، وعطاء الله تعالى ومحبته ورضاه. ينادي ربنا عز وجل فتقوم جماعات من الناس في مشهد يوم الحشر، ينادي عليهم المولى فيقومون، ويقول لهم الله عز وجل أنتم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ادخلوا جنتي بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. فيفتح الله لهم أبواب الجنة ويدخلونها بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، وينظرون إلى الخلف ويرون بأن هناك أناس قد غاصت أقدامهم في عروقهم في العرق يتصبب، ينتظرون الخلاص، ويقال لهم كيف تخلصتم ونجوتم، ماذا صنعتم في الدنيا؟ قالوا كنا متحابين في الله، كنا متزاورين في الله، كنا نتراحم في الله، كنا نتصافح في الله. فنحن الحمد لله هذه النعمة ربي أكرمنا بها في هذه الإذاعة، أننا نتواصل مع أحبة كثر في مختلف المدن والقرى والمداشر والبوادي المغربية وحتى خارج أرض الوطن في عدة دول مجاورة، ونتحاب لله. فلعل الله تعالى يتقبل منا هذا العمل الصالح ويرزقنا فيه الإخلاص والقبول، ونكون إن شاء الله من أهل النجاة. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، ويرزقنا القبول، ويجعلنا وإياكم من العاشقين في الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. نعود أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى أكادير مع للا أمينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير الدكتور، لبس عليك. الله يطول عمرك للا أمينة. كل شي بخير ولله الحمد. فرحنا بزاف، الحمد لله، حق الله، الحمد لله. الله يبارك لله والديك. هذاك يرحم ربي الوالدين الدكتور دعي معنا، الله يرحم والدين. يا ربي يا ربي. دعي معنا سكان الجو الصالح، الوالدة توفى الله يرحمها. يا ربي. المعيشة صعيبة، الوقت صعيبة، الله يرحم والدين دعي معنا. يا ربي يا كريم. كل المسلمين آمين. الله يرحم والدين. ذاك جزا ربي الخير، الحمد لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يعطيك الجنة. بارك الله فيك لالا أمينة. بارك الله. الله يحفظك لالا، شكرا لك لالا أمينة. شكرا لك. الكلام لالا أمينة يحمل رسائل، ويبدو أن أمينة قد توفي والدها وتركها عازبة بغير زواج، ولم يترك لها شيئا يذكر من متاع الدنيا، وغلبت. يبدو هذه هي السيرة ديال أختنا أمينة من خلال كلامها. يبدو أنها الآن تشعر بالوحدة بعد فقدان الوالدين وانتقالهما إلى دار البقاء، وأنها بدون زوج تشعر بالوحدة، وأكيد أنها بغير مورد مالي غتشعر بصعوبة في الحياة، رزقها قليل. وهذا الوضع ربما ينطبق على الكثير من البنات وحتى من الرجال. لا إله إلا الله. ما هو المسار إلى التغيير؟ ذكرنا أيها الأحباب الكرام، التغيير له مساران أو له مسلكان. هناك المسلك العقلاني المادي الذي يقوم على مبدأ الصراع مع الحياة، نصارع لقمة العيش بأن نتزاحم وبأن نناضل وبأن نكافح وبأن نرفع أصواتنا بالاحتجاج. كل هذا طريق ومسلك لنيل الأغراض. وهناك مسلك آخر ميسر، مسلك مبارك، مسلك نوراني، وهو أنك تترك شأن الخلق وتترك باب الخالق الرازق الكريم المتعالي الذي يظل ينادينا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مذنب فأغفر له؟ هل من محتاج فأعطيه ما يشاء؟ ربنا يظل ينادي هكذا خصوصا في جوف الليل. نحن إن شاء الله تعالى مسلكنا هذا في هذه الإذاعة، نسلك مرة هذا ومرة ذاك، ولكن نغلب في هذا الشهر الفضيل الكريم مسلك طرق باب الرحمن، وهو سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أول شيء للا أمينة ذكرتنا بوفاة الوالدين. والله أنا هذا اليوم زرت المقبرة، مات أحد الموظفين في قطاع المالية، وكان مسكين ميسور، ولكن ضيع كل أمواله على إكرام الآخرين. سعداته كانوا يقولوا لي: أنت يا مسرف مبدر، لأنه كان يكرم الآخرين. يا لطالما سمعت زوجته وعائلته يعيبون عليه لأنه كان مسرفا في العطاء. ولما رأيته اليوم يحتضر في الصباح الباكر ثم توفي ثم حملناه إلى المقبرة، رأيت الأنوار بأن كل ما كان يقدمه من عطاءات وإكرامات سبقته إلى قبره، سبقته وما بقي. وكنت أستمع إلى بعض الحاضرين كانوا يتناقشون عن وفاة والديهم، ولا زالوا في صراع لتقسيم التركة، ما تركوه من أموال كثيرة، لا زالوا في صراع بعد مرور 10 أو 20 سنة ولم يصفوا التركة. أما هذا أخونا فكان يعطي وكان حتى والله لم نجد ثمن أداء فاتورة المصحة، حتى اضطررت أن أطلب المدير العام ومستهي راسه ومستهي يديه باش يخفف من وطأة الفاتورة، لأن الرجل كان كريم. الذي أفزعني هو أنني لما ذهبت إلى المقبرة وجدت بأن الفضاء صار ممتلئا، لم أزورها منذ بضعة شهور، وكان هناك فضاء كبير فارغ شاغر، لكن ما أهالني بأن وجدت كل الفضاءات صارت ممتلئة عن آخرها، بمعنى أن عملية الدفن كثيرة، عملية الدفن مستمرة ويوميا وبكثافة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت أريد أن أزور والدتي هناك، كنت أظن على مقربتي بضع خطوات، فوجدت بأن المكان صار بعيد جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونشكر أختنا أمينة ذكرتنا بوفاة الوالدين، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا اشتدت الأزمات تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات، لأن تذكر الموت يجعل الإنسان يخفف من حدته، من طمعه، من رغبته في الحياة، من رغبته في الصراع مع الآخرين، ويعلم بأن آخرها موت، فلماذا أنا أحمل نفسي ما لا أطيق. فاللهم يا رب يا كريم، الوالدين للأختنا أمينة اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اجعلهم عندك ضيوفا مكرمين منعمين في عرفات الجنات. وارحم يا مولانا جميع المؤمنين والمؤمنات، ارحم يا مولانا جميع عبادك الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، وصاروا عندك هناك شفاة عراة غرلا محجنين. اللهم يا ربي يا كريم ارحم ضعفهم، وارحم فقرهم، وارحم يا رب ذلهم وانكسارهم، واجعلهم عندك ضيوفا مكرمين منعمين في جنات الفردوس الأعلى، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ربي وأختنا أختنا أمين، اللهم يا ربي ارزق الزوج الصالح، لأن الحي أبقى من الميت، لما يموت الإنسان نحزن نبكي، لكن ينبغي أن ننسى، ربنا أعطانا نعمة النسيان، لماذا؟ لتستمر الحياة، قطار الحياة ينبغي أن يبقى مستمر، فالحي هو أبقى من الميت، الميت أفضى إلى رحمة الله، لكن الأحياء ما زالوا أحياء، عليهم أن يعيشوا، وعليهم أن يتنعموا، وعليهم أن يقوموا بالبناء والتشييد والتعمير، لأن هذا من مقاصد الخلق. ربنا قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، نعمر الأرض، نبني، نشيد، نقوم بالتنمية، نتزوج، نقوم بالولادة، بتربية النسل الجديد. لا بد أن تستمر الحياة، الحي أبقى من الميت، نترحم على أمواتنا ثم نعود لنواصل الحياة ونكافح لكي نبني مجدا في الحياة، هكذا هي الحياة. فأسأل الله تعالى أختنا أمينة أن يرزقها الله الزوج الصالح، ويرزقها الذرية الطيبة، ويسعدها في أمرها. أختنا أمينة تقول بأنها تعاني من ضعف المعيشة، ومن من الناس في هذه الظروف لا يعاني من مرارة المعيشة؟ هناك أناس فقراء لا يجدون ما يأكلون، وهناك أناس أثرياء منعهم الأطباء من الأكل خوفا من الكوليسترول، وخوفا من الأمراض التي تتضاعف في رمضان. يا سبحان الله، لو أن هؤلاء أعطوا من أموالهم لهؤلاء لربنا سبحانه وتعالى جعل الجميع ينعمون. لماذا ربنا جعل هؤلاء فقراء وجعل هؤلاء أغنياء؟ كان من البدء يجعل الجميع أغنياء ينعمون بلذة العيش وكرامة العيش، فلماذا هذا التفريق؟ إنه سر إلهي، إنها نورانية وبركة ربانية، الله تعالى يريد أن يدعم ويكرم، فأراد من الفقير أن يصبر، فإذا صبر واحتسب ارتقى في الدرجات العلى، فهذه نعمة ليس فوقها نعمة. وأراد ربنا سبحانه وتعالى الغني أن يكرم، وكلما تصدق وبدل وأعطى رفعه الله إلى أعلى عليين، وهذه نعمة عظيمة. أكثر من نعمة الغنى والفقر هي نعمة الصبر للفقراء والمساكين، نعمة الاحتساب، ونعمة الكرم والجود والعطاء للأغنياء. فربنا كل ما يصنعه خير سبحانه، ما أعظم شأنه، إنما هو يجعلنا لنتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاللهم يا ربي يا كريم أكرم عبادك الضعفاء والمحتاجين، ومنهم أختنا أمينة، اللهم ارزقها رزقا حسنا. اللهم يا ربي اجعل العباد بعضهم مع بعض في مودة وفي رحمة. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى مراكش مع أخينا الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شيخنا،
اهلا سيد الحسين. الله يسر لك. اللهم امين اخويا. نطلب منك الدعاء يا ربي يا كريم. نطلب منك دعي لنا مع واحد الوليد الله يهديه. يا ربي يا ربي. ودعي لنا مع 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 المدام ديالنا مريضه، ودعي معايا انا مريض السكر. لا اله الا الله. ودعي مع العائله، نطلب الله الهدايه للجميع. يا ربي يا كريم. الناس نطلب الله هذا الشهر المبارك ان شاء الله يدوز لنا الله بخير وعلى خير مطمئنين. يا ربي يا كريم. نطلب منك الدعاء، هذا الشيء هو علاش بغيناك. لا اله الا الله. كنحبك في الله. احبك الله سيدي الحسين. بارك الله فيك مولاي. لان ما نقول لك الله يسر لنا ولكل المسلمين اجمعين. يا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم. شكرا لك سيدي الحسين. بارك الله فيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من خلال هذه المكالمات ممكن أن نقوم بتحليل بسيط لمطالب المواطنين. المواطن المغربي في رمضان إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح اجتماعي أو عملية استقراء للأوضاع العامة للمغاربة في رمضان، لا نحتاج إلى بيانات ولا استبيانات ولا إلى كذا وكذا. يكفي هذه المكالمات التي تأتينا تلقائيا من مختلف المدن والأقاليم. نلاحظ من خلال مكالمات الناس ما هي مطالبهم. لاحظوا أن السيد حسين المطلب ديالو الآن أولا مطلبه بسيط، مطلبه الهداية، الهداية للأولاد. فرقم واحد فعلا في المطالب هو الهداية، يعني قبل الخبز وقبل المال وقبل الهداية أولا. ثم نلاحظ بأن المطلب الثاني وهو الصحة، ناس مرضى، ناس يعانون من أسقام وعلل يحتاجون للصحة. ثم المطلب الثالث الرزق، يعني ممكن أن نضع مخطط لمطالب المواطنين. مطلبهم الأول هو الهداية للأولاد والبنات ولمن يحبون. لماذا الهداية؟ لأن من هداه الله تعالى إلى الصراط المستقيم انتهت مشاكله، كل المشاكل انتهت. المهدي المرضي هذا لا خوف عليه ولا هو يحزن، لأنه راضي بما قسم الله ويسير على منوال الله، ولا تخشاه ولا تخاف منه. لن يأكل مالك، لن يطعمك من الخلف، لن يؤذي إخوته، لن يؤذي جيرانه، وسوف يكون على الطريق المستقيم المفضي إلى الجنة. فهذا أول مطلب يطالب به المواطنون في هذا الشهر الفضيل. وهذا الشهر إن شاء الله تعالى سوف نحرص جميعا على أننا نقترب من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء نكرره أكثر من 17 مرة في اليوم في صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي أزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأحبابنا وزملائنا في العمل وكل من له الحق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم من علينا بالهداية، اللهم اجعلنا من الذين حببت إليهم الإيمان وزينته في قلوبهم وكرهت إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلتهم من عبادك الراشدين. اللهم اهدنا يا رب العالمين إلى ما تحبه وترضاه. وخير الطريقة للهداية أيها الأحباب الكرام ما هي؟ هي أن الإنسان يبحث عن الرفقة الطيبة. أولادنا وبناتنا ونحن بأنفسنا نبحث عن الصحبة الطيبة، لأن الصاحب ساحب. في رمضان احذر أن تصاحب أناس اللي هما يبحثون عن الدنيا ويبحثون عن متاعها ويبحثون عن الصراعات الهامشية. ابحث عن الذاكرين، ابحث عن الصلحاء، ابحث عن العاملين بجد، ابحث عن الذين يأخذون الحياة بقيمتها، وربنا يعطينا معهم الهداية. المطلب الثاني الذي يطلبه المواطنون وأخونا السيد حسين طلبه وهو الشفاء. زوجته مريضة وهو مريض، نسأل الله أن يشافيهم ويعافيهم ويهدي الطريق المستقيم. الصحة أيها الأحباب الكرام نعمة، ونحن في رمضان ربنا قال بأن هذا الشهر فيه فضائل. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. إن شاء الله تعالى صحة للأبدان وصحة للأرواح وصحة للعقول وصحة للنفوس.
في رمضان إن شاء الله تعالى، حينما نملأ أوقاتنا بالصيام وبالذكر وتلاوة القرآن، ونعمل ذهابا وإيابا ونحرق الطاقات التي هي غير مفيدة إن شاء الله تعالى. وكان صيامنا فيه نظام في الطعام والشراب ونظام في النوم، ما إن ينتهي رمضان حتى نكون قد شوفينا وعوفينا من الأمراض والأسقام. صوموا تصحوا. فأسأل الله أن يشافي أخانا الحسين وزوجته وأحبابه، وأن يشافي جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم شافينا أجمعين من كل داء، اللهم شافينا أجمعين من كل سقم، اللهم شافينا أجمعين من كل بلية يا رحمن يا رحيم. والمشكل الأكبر الذي يعاني منه جل المواطنين هو مشكل الرزق، هذا مشكل المال. ونؤكد أيها الأحباب الكرام بأن المال موجود والرزق وفير والخير كثير. إذا سمعنا الناس يقولون بأنهم يشتكون من ندرة وقلة الأرزاق، ونسمع الحكومات والدوائر المالية يدقون ناقوس الخطر، فذلك شأنهم. لكن الله سبحانه وتعالى عنده الرزق الوفير والخير الكثير. وكان الصالحون يدعون دوما بالرزق. سيدنا موسى عليه السلام كان في دعائه يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يطلب من الله الاستزادة، وهذا دعاء عجيب في تيسير الأمور وفي جلب الرزق الحلال المبارك. لشعر بأنه فقير يقول هذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله تعالى يزيدك في الخير كله. سيدنا موسى قال هذا الكلام لما هرب من فرعون وجنوده، وكان في قمة الجوع والخوف، فدعا بهذا الدعاء، فسهل الله له الزوجة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والآخرة، ورزقه الله تعالى المال الوفير والخير الكثير، وأكرمه الله بالنبوة. وسيدنا المسيح عليه السلام أيضا كان يحكي القرآن الكريم بأنه وحواريه يعانون من الجوع والعطش الشديد، لم تكن في زمنهم الكورونا، وإنما كان عندهم الفقر الشديد والجفاف والقحط. فكان يقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا دعاء سيدنا المسيح عليه السلام، وهو دليل أنه ليس إله، هو عبد للإله. كان يقول: اللهم ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فرزقهم الله تعالى من الخيرات والبركات ما هو به عليم. فأصحابنا وأحبابنا اللي يعانوا من الفقر والحاجة في رمضان، لا تحزنوا، فإن الرزاق موجود حي لا يموت، وما عنده كثير لا ينفد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فاللهم يا رب العالمين، يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، أسألك اللهم يا رب العالمين أن تكرم عبادك الفقراء والمحتاجين بالرزق الوفير والخير الكثير. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم بارك لنا فيها، وقنعنا بما أعطيتنا، وصب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم ولا تجعل عيشنا كدا كدا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك ورزقك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.